من هنا تبدأ الرسالة، هذه مقدمة وتوطئة. أما بعد، أسلوب يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى أسلوب ومن موضوع إلى موضوع، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إن كانت هذه الديباجة كتبت بعد الرسالة يكون المشار إليه الكتاب المكتوب، وإن كانت هذه الديباجة قبل الرسالة، أي قبل أن يؤلف الرسالة، يكون المشار إليه المعاني المجتمعة في ذهنه التي يريد أن يجيب بها على الرسالة. فهذه التي سوف نتحدث عنها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة الناجية هي التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الفرقة لها منهج، وبين النبي عليه الصلاة والسلام منهجها، والفرقة موجودة ولا تزال، ولكنهم لا يجتمعون في مكان واحد، متفرقون في الدنيا هذه، يكثرون في مكان ويقلون في مكان، وهم نزاع القبائل. من صفاتهم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة هذه الفرقة وهم الفرقة الناجية، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي ليست الفرقة الناجية أو الجماعة التي تسلم من دخول النار دخولا مؤبدا، ليست تنحصر في الصحابة أو في التابعين، بل من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى يوم القيامة. ماذا يتطلب هذا التعريف؟ معرفة منهج الصحابة، على ما كانوا في عقيدتهم، في عبادتهم، في سلوكهم، في سيرهم إلى الله. يجب على كل مسلم ومسلمة يريدون أن يسيروا إلى الله على طريقة الفرقة الناجية أن يعرفوا تاريخ سلفهم ومنهج سلفهم وعقيدة سلفهم. أما من قطع صلته بسلفه، من قطع الصلة بسلفه وأعرض عنهم ولا يدري عنهم، كيف يكون من الفرقة الناجية؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن يجب أن تتصور هذا المنهج. المنهج الذي كان عليه الصحابة يجب أن تتصوره وتفهم، لتحاول أن تعمل بذلك المنهج وتلحق بهم وتكون منهم. وأما إذا لم تدرس ولم تتصور ذلك المنهج ولم تعرفه، كيف تسلكه وكيف تسير عليه؟ غير ممكن. والنتيجة تعلم منهج السلف الذي كان عليه الصحابة واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، بل هو الدين الصحيح وحده. الدين بالمفهوم الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، لا ما تجدد وحدث بعد ذلك. وفي بعض تعريف هذه الفرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الجماعة، أي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، على الحق المحض، الصحابة ومن سلك مسلكهم. التفسيران مؤداهما واحد: من يحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند غربتها وعند ضعفها ويقويها ويعمل بها ويدعو إليها بعد معرفة المنهج
من الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لا ينتظرون أو لا تلحقهم الساعة، لأن الله رحمة بهم سوف يبعث ريحا طيبة تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي موحد. إذا انتهى أهل التوحيد وأهل العقيدة فقبضت أرواحهم تقوم الساعة على شرار الخلق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وصفهم أنهم أهل السنة، أهل الطريقة، أصحاب الطريقة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون صاحبا لتلك الطريقة إذا لم تعرفها؟ إذا يجب أن تعرف الطريقة، طريقة أهل السنة، وهو منهاج الصحابة، يجب أن تعرف لتسير عليه. وطريقة الجماعة هم طريقة الصحابة، هي التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يخاطب أصحابه: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكثير من أهل العلم يفسرون فيقولون الفرقة الناجية هي أهل الحديث، لأن أهل الحديث أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولى برسول الله، الذين يدرسون الحديث ويتعلمون الحديث ويتفقهون في الحديث ويعملون بالحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا كتاب الله وسنته، فسنته عليه الصلاة والسلام شارحة ومبينة ومفصلة للكتاب، لأن كتاب الله كثيرا ما يجمل الأحكام ويأتي التفصيل في السنة، لله حكمة في ذلك، لأن كل ذلك من عند الله وحي، السنة وحي والقرآن وحي، إلا أن القرآن وحي يتلى، نزل من عند الله بألفاظه ومعنى، وجعل الله تلاوته عبادة، بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وتعدى الله به فأعجز العبادة لئلا يأتوا بمثله، ولا يروى بالمعنى، كله متواتر، هذه مواصفات القرآن. أما السنة فالمعنى من عند الله والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى فصل وبين بعض الأحكام في القرآن، وبعضها بينها في السنة. نقول بينها، أي بينها الله في السنة، لأنه أوحى بتلك المعاني المفصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسول بألفاظه. إذن المهدي الحقيقي المشرع الحقيقي هو الله. حتى الأحكام المفصلة في السنة ذلك التفصيل في إمكاننا أن ننسبه إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بلغ عن الله، ولكن بالنسبة للسنة النبوية، أي الأحاديث النبوية، عبر عن ذلك بألفاظه. وأما الأحاديث القدسية مثل القرآن من عند الله لفظا ومعنى، إنما الفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية ما ذكرنا في مواصفات القرآن. الحديث القدسي كلام الله كالقرآن، ولكن لا يتعبد بتلاوته، و
ولا تصح الصلاة به، ولا يلزم أن يكون كله متواتر، فيه المتواتر وفيه الأحاد، فتلاوته ليست بعبادة وليس متعدا به، وتجوز روايته بالمعنى. هذه الفوارق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية، وإلا فكلها من عند الله، من كلام الله. إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة كما قلنا هم الجماعة، فيجب تعلم منهجهم للسير على منهجهم. ثم فسر وفسر هذه العقيدة فقال: